الأهل في الأسباب الحسية من أجل حفظ النفس وحفظ الناس من النظافة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وأخذ اللقاحات والتزام التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حسب توجيهات ولاة الأمور. وبعد عباد الله فاستقبلوا أقدار الله بالحمد والرضا. ولو علم المؤمن الصابر عظم الأجر لما استعجل الفرج. والمؤمن إذا نال شيء بالابتلاء لا يتهم ربه بقضائه وقدره، بل يصبر ويحتسب وينتقل من الحال التي يكرهها الله إلى الحال التي يحبها الله، ويعلم علم اليقين أن ما لم يأذن الله برفعه فلن يرتفع مهما كانت الأسباب ومهما كانت المحاولات. وأما من ضعف توكله ويقينه وقل صبره واحتسابه فالمصائب لا تزيده إلا ريبا وشكا وإساءة ظن بربه واتهاما لمولاه، فيرجع بأحسن الصفقتين وينقلب سفر اليدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله الناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العليم الحكيم. نفعني الله واياكم بهدي الثابت وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه، استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والله شكرا لضم أقداره وثباته على دينه واستقامته على أمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبق غضبه رحمته وأحاطت عبادته بعباده عافيته ونعمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى من بريته وعلى آله وأصحابه وعلى أصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا لا حد لنهايته. أما بعد، معاشر المسلمين، مما يستوجب الخوف والحذر مع ما يرى من كل البلاء وازدياد الإصابات والوفيات، مما يستوجب الخوف والحذر ألا يتوب مذنب ولا يعود مقصر ولا يرد آكل حق ما أكل، ولا يصل قاطع رحم ما قطع، ولا يصالح خاصم من خاصم. يقول النعمان بشير رضي الله عنه: الهلكة في الهلكة أن تعمل السيئات في زمن البلاء.